في وقت الشدة فقد تعرف من هم أحبابك ومن هم حثالة اختيارك. السعادة تمشي على ساقين هما الشجاعة والصراحة. الممثل هو الشخص القادر على أن يكذب بمنتهى الصدق، والمتفرج هو الشخص الذي قرر أن ينخدع بمنتهى اليقين. لا أحب اللون الأبيض، إنه لون محايد، لون نظيف طاهر ليس له رأي. أحب الألوان التي لها معنى لها رأي. إذا فاتك شيء فقد يذهب إلى غيرك ويحمل له السعادة، فلتفرح لفرحه ولا تحزن على ما فاتك، فهل يعيد الحزن ما فقدت؟ الذي لا يعرف الصبر لا يعرف الحب. المثابرة تغلب الذكاء، والصبر يغلب الحظ، والعبرة دائما بالنتيجة. ليس كل ما تواجهه يمكن تغييره، ولكن لا تغيير بلا مواجهة.